السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول أنا في تانية مدني وسمعت عن مجال البيم وسمعت إن الأعداد فيه مش كتير زي التصميم والتنفيذ، فتنصحني ناخد كورسات فيه من دلوقتي ولا أكمل زي ما أنا في الكلية تصميم أو تنفيذ زي باقي الناس؟ يعني أنا كده عندي تصميم وتنفيذ وبيم. بص يا فاضل، البيم ده تولز، أدوات بتستخدمها، يعني ممكن واحد يعمل التصميم كله مانيوال، تمام، ممكن واحد يستخدم الاوتوكاد، ممكن حد يستخدم السام، المهم في الاخر يوصل للحاجه النهائيه اللي احنا عايزينها. دي تولز ممكن تستخدمها وتستخدم حاجه تانية، ممكن مش الاوتوكاد، ممكن في مليون بديل عن الاوتوكاد، في مليون بديل على الورق والقلم، ممكن ترسم مثلا على الايباد، تمام. البيم هي تولز بتخليك تدخل كل المعلومات اللي انت محتاجها عشان بعد كده لو حبيت تعمل حصر تلاقيه موجود، تعمل كوردينيشن تلاقيه موجود، تعمل الحساب بتاعتك تلاقيها موجودة. فالفكرة كلها ان انت قبل ما بتبني المبنى في المكان بتاعك في مثلا شارع الحجاز، لا هتبني على كمبيوتر بحيث لو في اي مشاكل تظهر معاك في الكمبيوتر، وده مش هيكلفك ان انت تصلح حاجة بدل ما تظهر في الموقع وتعطل الشغل وتكلف كتير جدا. فالبيم تولز مش بختار، مش بقول لا انا هخش تصميم ولا لا، خش تصميم وبرضه شغال بالبيم، خش تنفيذ وبرضه شغال بالبيم، لان هو تولز ما بيغنكش عن التصميم. يعني انا بشوف ايه، انا هركز في البيم وماليش دعوه بالتصميم. هتعمل ايه؟ هتعمل حاجه شكلها حلو، بس انت مدني يعني هتبني ستراكشر شكله حلو والوان وبعد كده لما يجي نفسه يقع، لا، هي التصميم لازم تكون كويس ولازم تنزل موقع وتبقى شايف حاجة بعينيك، والبيم هيديك التولز. انت ممكن تركز على التصميم او هتركز على التنفيذ، لكن البيم معاك تولز، وسواء اشتغلت بيها او ما اشتغلتش بيها هتعمل شغلك كويس، لكن البيم هيوفر لك وقت، هيسهل عليك الشغل، هيديك ميزة تنافسية في السي في بتاعك لا اكثر ولا اقل.